اهلا اهلا، وصفه جديده من وصفاتي معكم. راح نسوي الجليه الموصليه. يلا مع بعض نبدا. راح نبدا على طول. الخطوه الاولى راح نسخن عندي الطاوه، وراح نضيف لها كميه حلوه من لية الغنم. قلبت الشحم او لية الخروف لحد ما اخذت منه الماده الدهنيه. الحين انت براحتك تبين تخلينه تضيفين عليه اللحمه كان بها، او تبين تتخلصين منه انا بشيله، ما راح ادخل اللحمه عليه. مباشرة راح أضيف كمية اللحم عندي بعد ما أكون غسلتها ونظفتها. غطيت اللحمة على نار عالية لحد ما تغير اللون. الآن راح أضيف عندي هنا البصل، كدك شايفين الحجم صغير، البصل الهندي أو البصل الأمريكي، أهم شيء إنه يكون الحجم حقه صغير. نستمر بتقليب اللحمة والبصل لحد ما يبدأ يتغير لون البصل وتطلع ريحته. خليت اللحمة مع البصل تقريبا خذت لها 20 دقيقة حتى تنكهت كلها مع بعض. الآن راح أضيف فلفل أسود وملح فقط، ما في أي نوع بهارات، وعليها ملعقة دبس التمر. هذه الإضافة اللذيذة. راح أضيف لها تقريبا من كاس إلى كاس ونص موية، وعلى نار هادية هتركها تستوي.